تتواصل الاحتفالات بمدينة العريش بشمال سيناء احتفالا بذكرى تحرير سيناء، ومعنا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس من مدينة العريش. كريم، بعد التحية وأنت في الجزء الأغلى من أرض الوطن سيناء، ضعنا في الصورة لديك الآن. نعم، تحياتي إليكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل نحن في الجزء الأغلى، هنا عادت الأرض بعد تضحيات غالية جدا من جنود القوات المسلحة وأهالي سيناء في حرب أكتوبر المجيدة، وتلتها معركة دبلوماسية عاد فيها آخر شبر من الأرض. هذه الاحتفالات استمر منذ 25 من إبريل وحتى غدا بالفعل في جميع القطاعات. الاحتفالات لا تقتصر على فقط الاحتفالات الفلكلورية أو حتى الاحتفالات الغنائية فرحا بتحرير الأرض والنصر، ولكن أيضا شملت هذه الاحتفالات العديد من الافتتاحات المختلفة في شتى المجالات. ولكن نتحدث بداية عن اليوم. تزامن اليوم مع احتفالات عيد تحرير سيناء افتتاح الموسم الخاص بصيد الأسماك في بحيرة البردويل. هذه البحيرة أيضا من أهم البحيرات، ربما من ثاني أكبر بحيرة في مصر والأهم في شمال سيناء بعد انقطاع دامت تقريبا 3 أو 4 أشهر. هذا الانقطاع يهدف في حقيقة الأمر إلى يعني زيادة الجزء الاستراتيجي الخاص بالثروة السمكية داخل هذه البحيرة عن طريق زيادة أحجام هذه الأسماك بقلة الصيد، وأيضا تنظيف وتطوير خاص بهذه البحيرة. انطلقت اليوم المراكب بحثا عن رزقها وتستمر حتى آخر العام. هذه ربما من أهم الأحداث اليوم التي حدثت في ذكرى أيضا الاحتفالات المختلفة بشمال سيناء. ولكن على مدار الأيام السابقة شهدنا أيضا تنمية كبيرة في شتى القطاعات، سواء في العريش أو الشيخ زويد أو حتى بئر العبد أو في الروضة تحديدا في بئر العبد، إما بافتتاح مراكز للشباب، مراكز شباب للرياضة، الرياضات المختلفة، أو حتى تطوير بعض مراكز الشباب، بالإضافة أيضا لبعض يعني مبادرات التنمية المجتمعية لسيدات شمال سيناء وأيضا للرجال والأطفال، والتوعية باختلاف المهارات للتعامل مع مشكلات الحياة. بالإضافة لذلك أيضا بعض المجالات الخاصة بالإسكان عن طريق إنشاء بالفعل عدد كبير من الوحدات السكنية الجديدة وتجديد الواجهات الخاصة بالعمارات في المساعيد على سبيل المثال، وأيضا افتتاح محطات لتحلية المياه في الشيخ زويد، وأيضا تجديد وفتح يعني مرحلة جديدة في محطة تحلية مياه بالعريش، وأيضا محطات للكهرباء بهدف القضاء على فكرة التناوب داخل شمال سيناء، التناوب في الكهرباء. وأيضا بعد القضاء على فكرة التناوب الذي تم بالفعل، سيكون هناك فائض كبير في هذه الكهرباء التي ستساعد الاستثمارات المختلفة التي ستدخل أرض سيناء أو أرض يعني شمال سيناء تحديدا، فائض كهرباء وفائض من المياه ليساعد على هذه الاستثمارات. أيضا بالإضافة لذلك تحدثنا مع الأهالي في مختلف هذه المدن والقرى داخل شمال سيناء، وأعربوا عن فرحتهم بعودة الحياة لطبيعتها لشمال سيناء، خصوصا بعد القضاء على الإرهاب وعودة الأمن والأمان داخل سيناء. شكرا لك جزيل الشكر كريم بيبرس، مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من العريش.